دعا رئيس تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولدادة الأحزاب السياسية والنخب الوطنية في البلاد إلى الدفاع عن حقوق الشعب الموريتاني في إقامة دولة العدالة والحرية والإنصاف، منتقدا بشدة تسيير نظام الرئيس عبد العزيز الذي اعتبر أنه يقود البلاد لمزيد من التخبط وهدر الوقت والإمكانات. ودولة تسجل اللي تسجل في الثروة البشرية، ومنين توديك الثروة تجهز تهملها وتفسدها، هذا أشنع وأكثر ضرر من إفساد الماء. وانتقد ولدادة في حديث للمدونين والإعلاميين أداء الحكومة التي اعتبر أنها غائبة عن الواقع الفعلي ولا تهتم بحياة الناس قدر اهتمامها بأمور ثانوية، منتقدا حجم الفساد والتضييق على الناس في أرزاقهم وعيشهم، حيث تزداد أقلية قليلة من غنى واسع، بينما تتجه أغلبية السكان لفقر مدقع لدرجة أن العديد من السكان لا يجدون ما يطعمون به أطفالهم. تعرفوا عن الأسعار كيف تسمع، وتعرفوا عن التوظيف ما هو خالي، وتعرفوا عن حملة الشهادات عنهم هم نعدوا بالمئات والله الآلاف، ما مسوي لهم حد عن الأخبار، وهذا هو الفساد بعينه. واعتبر ولدادة أن البلاد تتوفر على ثروات كبيرة ولا تعوز أبنائها الخبرة والقدرات العلمية والفكرية والكفاءة، ولكنها مكبلة بإرادة غير حرة سخرت لخدمة أغراض ضيقة لفئة من مقربي النظام الحاكم. وانتقد الأداء الصحي والدبلوماسي وصورة الموريتانيين في الخارج والتي كانت مضرب المثل في حسن السلوك وطيب المعشر، ولكن التحولات الناتجة عن الحكامة الفاسدة لمن لا أخلاق لهم جعلت هذه الصورة مهددة بالانقراض.